صباح الخير سالي. صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. عم نطلع عليكم اليوم خلال أيام شهر رمضان الكريم باليوم 21، يا رب يحمل معه أكيد كل تفاصيل الخير والسلام لكم مشاهدينا. مثل كل يوم فقراتنا وضيوفنا متنوعين، رح نحكي بالفقرة الطبية وهي مخصصة للأطفال اليوم عن موضوع سوء الامتصاص، وأكيد حنضل مواكبين للمبادرات التطوعية اللي عم بتكون خلال الشهر الكريم، وبمساحتنا الأخيرة رح نوقف فيها مع موهبة سورية شابة. بدي صبح عليكم عن جديد، وأكيد على سالي بونجور مرة تانية. يسعد صباحك نيرمين. أكيد صباح كل مين حضر حاله لأنه يتابعنا. أكيد فقرات عديدة ومتنوعة رح نكون معكم فيها، إن شاء الله تنال الرضا، إن شاء الله تحقق الإفادة لكم مشاهدينا. تحيتنا الأولى والأخيرة لحراس الأمان، رجال أبطالنا في الجيش العربي السوري، كل التحية لكم. أكيد خلوا الطاقة الإيجابية والابتسامة رفيقة نهاركم مع الصيام وبدون الصيام. أكيد نرمين وين حنروح هلا؟ مثل كل يوم بصباحنا غير، رح نروح لمساحتنا التالية ونعرف شو صار أحداث بمثل هذا اليوم 16 أيار بذاكرة الأيام. خلونا نتابع. اليوم 26 أيار، بهاليوم تسجل كثير من الأحداث عبر الزمن والسنين. خلونا نروح بقراءة سريعة لذاكرة هاليوم. مثل اليوم من عام 1937 مصر تنضم لعصبة الأمم، وبعام 1942 بدأ معركة عين الغزالة ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. ومثل اليوم من عام 1954 كمال الملاخ يكتشف مراكب الشمس بالهرم. وبعام 1959 اللجنة الأولمبية الدولية تقر اختيار طوكيو لعقد دورة الألعاب الأولمبية لعام 1964. ومثل اليوم من عام 1970 نجاح طيران أول طائرة ركاب أسرع من الصوت في الاتحاد السوفيتي. وبعام 1985 مصرع 40,000 شخص في بنغلاديش بسبب أعصار قوية. ومثل اليوم من عام 2018 تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2018 للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشر في تاريخه بفوزه على نادي ليفربول 3-1 في النهائي. ومن الشخصيات اللي سجل تاريخ 26 أيار يوم ولادتها، فبعام 1667 إبراهام وافر عالم رياضيات فرنسي، وبعام 1951 سالي رايد رائدة فضاء أمريكية. ومن الشخصيات اللي غادرت عالمنا بمثل هاليوم 26 أيار، بعام 1883 عبد القادر الجزائري مؤسس دولة الجزائر الحديثة وزعيم المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر. وبعام 1996 حسام مهيب رائد الرسوم المتحركة والخدع السينمائية والإعلانات وهو مصري الجنسية. هاي كانت أبرز الأحداث اللي صارت بمثل اليوم 26 أيار. نهاركم سعيد. هلا نرمين صار الوقت لنروح على جولة على أبرز الأخبار المنوعة الطرائف والدراسات. مثل كل يوم نرمين عم يكون لنا وقفات بتقاريرنا المنوعة، عم يكون في شغلات جديدة وأيضا طريفة، خلونا نتابعها بالتقرير التالي. بداية أخبارنا المنوعة لليوم رح تكون من أمريكا، فقد نقلت وسائل الإعلام الأمريكية مقاطع فيديو تظهر إعصارا قويا شمال ولاية تكساس، وحذرت وسائل الإعلام الأمريكية بوقت سابق هذا الأسبوع من احتمال الأعاصير والعواصف ببعض الولايات.
وإلى خبرنا التالي لليوم، فقد أعلنت شركة أوبر عن إطلاق خدمة تتيح للركاب أن يسافروا في رحلة بحرية على متن غواصة، حيث يكتشفون الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا. أنقذ رجال الإطفاء طفلاً يبلغ من العمر 6 سنوات سقط في فتحة تهوية من الطابق 23 بأحد المباني السكنية بالصين، ووقع الحادث عندما كان الطفل يلعب في شقة الجيران اللي كانت تخضع لعمليات ترميم، حيث سقط في فتحة تهوية في البناء بعد سيره على لوح خشبي وضعه العمال بين الشرفات. مساحتنا نرمينا لليوم حتكون مساحة خاصة بالأطفال، مساحتنا الطبية اليوم خاصة بالأطفال يلي عم يعانوا من سوء الامتصاص، وهو عملية يمكن تخربط بالهضم. سوء الامتصاص هو بمفهومه الواسع هو عملية أيضا بيكون في سوء بعملية امتصاص الطعام، حنكون مع الأطفال اليوم بسوء الامتصاص. صحيح سليم، كان سوء الامتصاص بيحرم بعض الأطفال من تناول بعض الأغذية وحتى الحليب لازم يكون بمواصفات معينة. استفسارات كثير اليوم رح نطرحها على دكتور قصي الزير وهو اختصاصي بأمراض الأطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم صباح جميع الأخوة المشاهدين بالثلث الأخير من شهر رمضان المبارك، إن شاء الله هيك رمضان كريم على الجميع. آمين. رمضان كريم دكتور. بداية يمكن إحنا ما عرفنا تعريف الشامل لسوء الامتصاص، عم نحكي عنه بشكل عام لنترك التعريف لحضرتك. لا حكيتي كلمة حلوة، نحن دائما بنحب نعرف بشكل مبسط حتى يوصل الفكرة للإخوة المشاهدين. نعم. يعني هو اضطراب أو خلل بامتصاص أحد نوع من المواد الغذائية اللي قد يؤثر على صحة الطفل أو المريض بسوء الامتصاص. هي بالعموم. نعم. يعني سوء الامتصاص ممكن يكون لاضطراب أو خلل بامتصاص مثلا اللاكتوز، لامتصاص مثلا الجلوتين تبع القمح وما شابه، لامتصاص مثلا أحد أنواع المواد الغذائية يلي ممكن إذا تناولها المريض تؤدي إلى بعض الاضطرابات الهضمية يلي ممكن تزعج المريض بهالشي هذا. وهذا الشيء بنشوفه نحن بكثرة وخاصة بمجتمعنا بالشرق الأوسط، لأنه في المواد الغذائية أو تنوع المواد الغذائية ممكن يصير في يعني نوع من الخربطة ما بين سوء الامتصاص وسوء الهضم أو سوء التغذية. سوء الامتصاص هو مرض مزمن قد يكون بأعراض، أكثر الشيء بتكون أعراض معوية بتبلش بتطبع البطن، بإسهالات، ممكن بإعياء، ممكن بفشل بالنمو وبكل أنواع النمو من الوزن ومن الطول وما شابه ذلك ضمن المرض المزمن. أما اضطرابات الهضمية من سوء التغذية أو سوء الهضم هذا بيكون لفترة معينة يعني، وبتحسن الإنسان من خلال حمية معينة أو من خلال علاج معين، فهذا الشيء بيتحسن. إذا سوء الامتصاص هو مرض مزمن لاضطراب أو خلل في امتصاص مادة معينة. طيب دكتور حكينا يمكن وعرفنا المشاهدين عنه، نحكي شوي عن الأسباب الطبية له وعن دور العوامل الوراثية بموضوع سوء الامتصاص. هلأ هو في عوامل وراثية وفي عوامل فردية. هلأ في عنا قلت لك هو سوء الامتصاص هو موضوع كبير كتير، بس خلينا ناخد بالعموميات. ممكن
سوء الامتصاص يسببه العامل الوراثي، ويسببه مثلا استخدام أدوية التهاب بشكل اعتباطي، ممكن استخدام بعض الأنواع الغذائية الغير مناسبة لعمر الطفل، ممكن يكون في نوع من الهجوم الجرثومي على الأمعاء الدقيقة تؤدي إلى سوء امتصاص، ممكن يكون اضطرابات بالبنكرياس، قصور بنكرياس بالإنزيمات الهاضمة، ممكن يكون في خلل بالطرق الصفراوية لأنه المادة الصفراوية تساعد على هضم الدسم. فإذا هناك في خلل معين في تركيبة هذا الجسم، قد تكون وراثية أو قد تكون مكتسبة، أو بعض الأطفال لا سمح الله أو الكبار ممكن نضطر نقص جزء من الأمعاء، فهذا الشيء بيؤدي إلى اضطراب بامتصاص عنده لبعض المواد الغذائية. إذا هناك أسباب كثيرة عن سوء الامتصاص. هلأ العالم كله بتربط سوء الامتصاص باضطرابات أكل القمح الجلوتين، يعني كلمة سوء الامتصاص نحن عندنا يا الداء الزلاقي، هلأ هو جزء من أمراض سوء الامتصاص هو الداء الزلاقي. الداء الزلاقي هو في عندنا بعض الأطفال أو بعض حتى الكبار إذا أكلوا مشتقات القمح أو الشعير أو الشوفان تحتوي على مادة الجلوتين، ممكن يصير في خلل مناعي بالأمعاء الدقيقة، ويؤدي هذا إلى ذوبان الزغابات المعوية داخل الأغشية المخاطية تبع الأمعاء، وهذا الشيء بيؤدي إلى اضطراب بامتصاص إن كان امتصاص المواد الغذائية أو امتصاص الفيتامينات وما شابه ذلك، وهذا بيؤدي لخلل مو بس في النمو، خلل في امتصاص الفيتامينات وامتصاص العناصر الزهيدة من الفيتامينات والمواد الغذائية المهمة، فبصير في عنده اضطرابات كمان مو بس بالنمو، بصير في مثلا ممكن يصير في هشاشة عظمية لأنه فيتامين د ما عم يمتص والكلس ما عم يمتص، الحديد ما عم يمتص، بصير عنده فقر دم بيعوز الحديد، بيعوز الفوليك أسيد، بيعوز الفيتامين بي 12، يعني بصير نوع خلل شيء ما عم يمتصه الأمعاء، هذا الجسم بحاجته للمواد الغذائية، فبيخلي يصير عنده خلل في النمو وفي تكامل الجسم من خلال الفيتامينات اللي لازم تكون موجودة ضمن الجسم. نعم دكتور قسي، يعني في أعراض معينة ممكن الأهل يلاحظوا عليها طفلهم، يعني انه عم يكون في عنده شيء خلل معين بسوء الامتصاص، اذا كان الطفل شوي صغير يعني ما حينتبه هو على حاله، ممكن بس يبكي، ففي اعراض معينه يمكن الام بتلاحظها. صحيح. شو هي الاعراض؟ يعني تطبل البطن، غازات ذو رائحه كريهه، تململ دائما الطفل، النمو، عدم زياده الوزن، بتلاقي يعني الطفل الصغير مثلا في عندنا معايير نحن لزياده الوزن، بتحسي انه زيادة الوزن ما أنا صحيحة، بعد عمر السنة بصير حتى بيأثر على الطول عند الطفل، فبصير في فشل في النمو ان كان بالوزن ولا ان كان بالطول، الشحوب بسبب فقر الدم اللي بصير عنده، بعض الاعراض العصبية، التململ، النزاءة، هالشغلات هي ممكن تؤدي ببعض نقص بعض عناصر الفيتامينات تؤدي الى حتى الى اضطرابات عصبية، يعني هناك بالام بتحسه انه الطفل غير مخربط ما هو طبيعي لا بشكل بطنه ولا بغازاته ولا بهضمه ولا باسهالاته الموجودة، اسهالات دهنية كانت او اسهالات ذو رائحة كريهة باضطرابات بامتصاص البروتين، يعني في خلل بالتطبل والإسهالات والإقياءات والإصابة أو الشغلات المعوية عنده. نعم دكتور، تعرفنا يمكن على موضوع سوء الامتصاص وحكينا يمكن شرحنا للمشاهدين أكثر عن أعراضه، خلينا نحكي اليوم عن طرق العلاج له. حضرتك تطرقت من شوي للموضوع العمل الجراحي وكيف بيختلف حسب الفئة العمرية. هلأ إحنا مو اللي عنده سوء امتصاص نعمل له عمل جراحي، لا قلنا إذا حدا من الأطفال أو حتى من الكبار لسبب ما صحي اضطر يصير عنده استئصال جزء من الأمعاء، هذا ممكن يصير عنده سوء امتصاص، لأنه قمنا جزء من الأمعاء، هاي جزء من الأمعاء، كل المواد الغذائية تمتص من الأمعاء الغليظة الدقيقة ومن ثم الغليظة، فإذا صار قصر بالأمعاء فهذا الشيء بيؤدي لسوء الامتصاص. هلأ هي يعني بالعموم همسة اللي بيقعدوا بيربطوا معدتهم أو بيقصوا من معدتهم، هلا قص المعده لتنحيف بدنا نحكي، هي ما لها علاقه بالعمليات ودارجه كثير خاصه عند السيدات، يعني بتلاقي ما له الوزن الزايد بدها تقص معده مشان تخفف من اكلها. قص المعده هو احد اسباب
سوء الامتصاص. يعني أنا الصينة جزء من المعدة، دائما الأمعاء والمعدة هي عبارة عن جوف خاص لاستقبال المواد الغذائية ولهضمها ليستفيد منها الإنسان بالشكل السليم. أي خلل أو أي اضطراب أو أي قص أو أي تعرض ممكن يؤثر على الجهاز الهضمي وامتصاص المواد الغذائية منها، لذلك ممكن يصير في بعض عدم امتصاص لبعض المواد العناصر المهمة في استكمال نمو أعضاء هذا الجسم. فلذلك ما بصير نحن نؤدي إلى أي عمل جراحي من قص معدة أو قص أمعاء لسبب يعني فقط أنه لجمل جسمي أو لشيء، إلا هناك كريتيريا معايير معينة لقص المعدة لازم تكون موجودة حتى أعملها كعملية، وليست والله تلاقي الوحدة ما نهل سمينة بقصت معدتها لتنحف زيادة، وهذا خطأ دارج. نعم. عند السيدات وبعض الشباب. نعم. هي شغلة. هلأ بالعموم ناخذ على الجلوتين وهو أكثر شيء، وهذا عندنا الداء الزلاقي، ممكن هذا نشخصه من خلال تحليل معين ومن خلال نعمل تنظير وناخذ خزعة من الأمعاء ليتشخص. وإذا شخص هذا المرض بنمنع الطفل أو المصاب بمرض الداء الزلاقي لمدة 6 أشهر من كل مشتقات القمح والشعير والشوفان، حتى بعض المواد الغذائية الديربي وما شابه الشبسات وما شابه ذلك، قد يضاف إلى هالمشتقات هي، حتى البذورات حتى هذا كل شيء مصنع ممكن يضيفوا له نوع من الطحين حتى فيهم يعني يجهزوا كمبيع استهلاكي. فأي من هالمواد هي إذا كانت تحوي على الطحين مشتقات الدقيق أو مشتقات الشعير أو الشوفان بنمنعها، وست أشهر بنشوف إذا ارتاح الجسم بالشكل السليم معناتها هو داء زلاقي، ولازم نعوض هذه المادة بخبز درة بشغلات أخرى حتى ما يشعر بفقدان هذه المواد الغذائية كطفل أو كان ككبير. أما في عندنا سوء امتصاص بعدم تحمل سكر الحليب مثلا، ما تلاقي بعض الناس بيشربوا الحليب بصير بينتفخ بطنهم، كمان هدول منبعدهم عن شرب الحليب حتى ما يصير عندهم اضطرابات إسهالات وما شابه ذلك من اضطرابات هضمية. في بعض منهم مثلا سكر الفروكتوز الفواكه كمان قد يؤثر على بعض الناس ويسوي لهم بعض الاضطرابات الهضمية. كل شيء حسب نوع المادة الغذائية اللي بتأثر فيها يفضل الابتعاد عنها حتى تخف الأعراض الهضمية اللي عنده. نعم. أخذ الأدوية بالشكل العشوائي بيؤدي إلى اضطراب يعني بيدوب الزغابات المعوية، الأدوية الالتهاب إذا أخذناها بشكل عشوائي وبشكل اعتباطي ممكن تؤدي إلى ذوبان في الزغابات المعوية، الزغابات المعوية إذا دابت ممكن هذا الشيء يؤثر على الهضم وبصير في سوء باستقبال المواد الغذائية وامتصاصها. الطفيليات مثل الأكياس الزحارية وما شابه وهي موجودة مستوطنة بالمجتمع لأنه بسبب الخضرة إذا ما انغسلت بشكل جيد وسقي الخضار بمياه ملوثة ممكن تؤدي إلى وجود مادة الأكياس الزحارية، ممكن هي تستوطن بالبطن بالأمعاء، وإذا استوطنت بالأمعاء ممكن تؤدي إلى سوء بامتصاص بعض المواد الغذائية. هلأ نحن دائما العلاج أهم شيء، نعرف السبب من سوء الامتصاص شو سبب هالاضطرابات الهضمية، نبتعد عن المادة الغذائية المؤثرة على صحة الصغير إن كان أو الكبير، وحتى كبار السن بصير عندهم اضطرابات بالزغابات المعوية فبصير عندهم نوع من سوء الامتصاص، لازم دائما نعمل غذاء جيد ما يؤدي إلى تطبل البطن والإسهالات الدهنية أو الإسهالات المزعجة للإنسان. وهون بقى نحن منعوض الفيتامينات اللي بتنقصه من خلال. نعم. سوء الامتصاص منعطيه تعويض على الحديد إن كان ولا الكلس ولا الفيتامين دال ولا المغنيسيوم ولا الزنك، منعوض الفيتامينات الناقصة عند هذا الطفل ومنراقب النمو تبعه بالشكل السليم ومنعطيه دائما مساعد للنمو حتى ينمو بالشكل السليم ويرتاح. نعم. من أعراض سوء الامتصاص الموجود عنده لسبب معين إن شاء الله. نعم. يعني دكتور قصي يمكن الكبير غير الصغير حتى بقدرة التحمل حتى بالحمية الغذائية، يعني الصغير يمكن ما يتحمل ما يأكل شغلات فيها قمح. صحيح. أو حتى شيبسات لأنه كتير ضعيف الطفل قدام هدول القصص، فيمكن في عملية ما بتكون
يقوم فيها الام او الاب، بتقول له مثلا ممكن مشان ما يجعك بطنك نحن بدنا ناخذ هدول الاشياء، ممكن تعمل له شغلات بالبيت تكون هيك خفيفه. يعني قديش مهم انه يكون في حميه غذائيه منظمه للطفل، ويكون صحيح. في وعي من الاهل ليقدر الطفل يتقبل، لانه احيانا الطفل ومعه سوء امتصاص فهو خلينا نقول اذا كان شوي كبير ممكن ياكل بالمدرسه شغلات وما يخبر امه فيها. صحيح، هذا بده يكون في وعي. رائع جدا كلامك، لانه وعي الاهل نعم. عن الحاله الصحيه للطفل لا تكفي اذا ما قعدنا مع الطفل كأم وكأب نعطيه من وقتنا لنعلمه انه هذا الشيء بفيدك، لازم يتعود الطفل وما نعمل له نوع من الكآبة صحيح. النفسية يلي ممكن تكون موجودة بسبب تأثره بعدم استطاعته لتناول المواد الغذائية مثل رفقاته صحيح. يعني رفقاته عم ياكلوا كياس شيبس هو بده يقعد ينظر له نظرة نعم. كآبة. نحن بدنا نحاول هاي النظرة هاي نخفف له اياها من خلال مساعدة الأهل الأم والأب والأخوة على عدم وجود يعني مو معقولة إذا لأخوه جيب له كيس شيبس هو قاعد عم يتفرج صحيح. على أخوه، لازم الأم تعوض هالشي بكل المنزل بتغذية صحية سليمة له مشابهة بإخواته حتى ما نعمل نوع من الكآبة النفسية عند الطفل، وجدا مهمة. ومنعود الطفل وإخواته على أنه هدول الأطعمة ممكن تضر، ومن ثم بعدين منعطيه منصنع له نحن بالبيت. وفي هناك بدمشق بعض الأماكن اللي بتصنع مواد غذائية سليمة للأطفال من نعم. حلويات وما شابه، ما بيكون فيها مواد يلي بتأثر على سوء الامتصاص اللي عند الطفل، نحاول نجيب له إياها، ندلله بشغلات، نعوض له هالنقص هذا حتى ما يشعر بنوع من الكآبة. نعم. كتير بيراجعنا أطفال بتحسي نظرة الكآبة عندهم، بس اللي لهم ممنوع تاكل خبز ممنوع تاكل، فكيف بده يعيش بدون خبز وهذا؟ لا، منجيب له خبز الدرة ومندلله ومنخلي الأم تجهز له حلويات خاصة وتعودوا عليها. دائما العادة الصحية السليمة يلي بيكتسبها الطفل من اهتمام الأهل هي بتساعدنا على الشفاء من هيك أمراض. دكتور خلينا نركز أكثر على موضوع الغذاء اليوم بهذا المرض، ونحكي عن دور المكملات الغذائية. يا ترى شو هي الأغذية اللي ينصح بتناولها والأغذية لازم يبتعد عنها؟ هلأ مثل ما قلت لك حسب نوع سوء الامتصاص، إذا بدنا ناخذ العام الموجود الداء الزلاقي، الداء الزلاقي إذا ابتعدنا مثل ما قلنا عن كل مشتقات القمح والشعير والشوفان امنها على جنب. هلأ اللي عنده تحسس لسكر الحليب بدنا نبتعد عن الحليب، لأنه بس شرب شوية حليب تلاقي صار عنده تطبل بطن بعد ساعتين ثلاثة إسهالات وموجودة عنا، وخاصة عند كبار السن لسبب اضطراب بالذغوبات المعوية. هلأ هناك بيقولوا خلل مناعي، هناك خلل بعد فترة من العمر بسبب تناول الأدوية، بسبب تناول بعض الأطعمة، بعض المشروبات، بعض الشغلات، حتى قصور البنكرياس على العمر. البنكرياس هو جهاز موجود بالجسم لكن سريع التخرب بالخلايا، فأي اضطراب ممكن يؤدي أو أي ممكن فيروسات قريب يجي تقيل من الجريبات الثقيله يؤثر على البنكرياس، يعمل لي سكري عند المريض او يعمل لي اضطرابات بنوع الانزيمات البنكرياس اللي بتساعد على الهضم. النكاف ممكن يؤثر على بعض الانزيمات الموجوده بالغده النكفيه يلي بتساعد على بدايه الهضم بتتم من الجوف الفموي وما شابه ذلك. اذا اي اضطراب بالجسم بسبب قصور بالانزيمات الموجوده بالهضم ممكن تؤثر على هضم المواد الغذائية وتؤدي إلى خلل بالنمو أو خلل بصحي في هذا الجسد. هون نحن أكيد هذا الخلل بيؤدي إلى سوء بوجود الفيتامينات، يعني امتصاص الفيتامينات دائما بده مثلا فيتامينات المنحلة بالدسم بده مادة غذائية دسمة تمتص معها هالفيتامينات هي حتى توصل إلى الجهاز. هلأ إذا عندي سوء امتصاص للمواد الدسمة فلذلك أنا لازم أعوضها دائما لهالفيتامينات هي، لأنه ما في عم يمتص الجسم، ممكن أعوضها عن طريق أبر، ممكن أعوضها عن طريق يعني علاج معين حتى أني وصل الكمية الكافية للجسم من هالفيتامينات هي. فيتامين كاف بعوضه بإبر، فيتامين دال بعوضه بإبر، يعني هدول ممكن أني أعوضهم. اللي عندهم هدول النقص في سوء امتصاص المواد الدسمة بتلاقي عنده نقص بفيتامين كاف بيصير عنده نزوفات. دكتور معلي السؤال، فيتامين كاف هو موجود بمادة الذرة؟ ايه موجود بمادة الذرة، لأنه مادة الذرة هي مادة فيها مواد
زيوت دسمة موجود فيها. يعني موجود هو يمكن نرمينا عم نشوف انه اطفال ما عم ياكلوا هذا الاكل الصحي، فمثل ما حكى الدكتور عم يلجأوا لانه ياخذوا ابر، يعني في فيتامينات ممكن تتاخذ من مواد طبيعيه. صحيح. يعني انت كدكتور شو بتفضلها، ولا بتفضل انه لا ياخذ فيتامينات مصنعه؟ هي التوازن الغذائي عند الانسان ان كنا كبار ولا ان كنا صغار هو توازن الهي، منفضل دائما التوازن. ياكل الانسان كل شيء، هذا الانسان الطبيعي اللي ما عنده خلل معين بيعوض الفيتامينات من خلال الغذاء، لكن للاسف العادات الخاطئه ان كان موجوده عند الاب والام، اذا انا ما بحب هالاكله بطلع ابني مثلي ما بحب هالاكله، فبصير هذا نوع من سوء التغذيه او سوء تنويع التغذيه يلي بيؤدي الى كمان يعني عوز ببعض الفيتامينات. هلا دائما نحن من خلال خبرتنا والحكمة العمل الطبي منلاقي أنه الأهل ما بيعودوا أطفال على الغذاء السليم، يعني ممكن الطفل نشبعه أكلات طيبة وبعدين نجي نقول والله ما أكل الطبخة اللي نحن طابقينها، فهون هذا عم نلاقي عنده خلل بامتصاص أو بوجود الفيتامينات عنده، يعني منلاقي عنده نقص عوز فيتامينات. صحيح. لذلك منضطر نحن نعطي بعض الأطفال فيتامينات متممات غذائية حتى نعوض هالنقص اللي عم يكون عنده بالخلل النظام الغذائي لازم يكون موجود. نحن العاطفة تبعنا منخلي إنه شو بده الطفل من طعميه، منلاقي عم نطعميه شاورما ونطعميه ما بقى. نحن منعود ابننا على النظام الغذائي الخاطئ وبنطبخ الملوخية والهذا اللي فيها الغذاء، الأم بتطبخ، يعني نحن بلاد الشام عندنا تنوع غذائي من كبير. أفضل أنواع الدول العالم كلياتها، يعني وحتى الطعام عنا له نكهة خاصة. صح. يعني بتاخذي الملوخية بالخليج ما طيبة مثل الملوخية حتى اللي عندنا بأوروبا كمان وين ما رحتي عنا إلها نكهة خاصة. للأسف لازم ما بيعودوا الطفل من البداية على الطعام الصحي السليم، لازم نعود أطفالنا على التنوع الغذائي السليم. إذا ما كان عنده أي نوع من سوء الامتصاص أو شيء أو عملنا له الحمية نعوده حتى ما نضطر نعطيه متممات غذائية بكسرة. دكتور يمكن بس في سؤال أخير، نحن عم نحكي عن فئة عمرية كبيرة وكوننا نحن حكينا عن الأطفال الرضع يمكن الغذاء أنه الأساس عم يكون الحليب. صحيح. كيف العلاج بيكون، ويا ترى ممكن يكون في حساسية من حليب الأم فينا نروح لحليب صناعي، كيف فينا نعالج هاي القصة؟ صحيح. هلأ في أطفال نادرين بصير عندهم نوع من سكر الحليب مثل ما قلنا، مضطرين نعطيهم نوع من أنواع الحليب الخاص لهم ونوقف الرضاعة الوالدية. في مثلا عندنا شو بيكون في؟ يعني مكونات بتساعد بالعلاج، في حليب خاص موجود، حليب فول الصويا وما شابه ذلك الخالي من سكر اللاكتوز، وفي كمان عندنا مرض الجالاكتوزيميا هذا منشخصها مبكرا وهو نادر لكن موجود له، هذا نوع من الحليب الخاص المشكورة وزارة الصحة عم توجده لفئة معينة من الأطفال لازم يستخدموه طول حياتهم، فكمان هذا يعني في هاي أمراض نادرة لكن نتعامل معها بحكمة في طب الأطفال حتى نمشي الطفل ببر الأمان بالنمو السليم بما نستطيع. أكيد دائما الطبيب بيعطي النصائح للأهل لكن على الأهل في المنزل ما في حط كاميرات مراقبة أن يطبقوا ما يطلب منه في, 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 في تغذية الطفل حتى يكون الطفل ينمو بشكل السليم، ما نمرق له هاي الشغلة وهي الشغلة وحرام وحرام مثل ما فلازم، بس لازم ما نخلي نحن الطفل يعيش بكآبة نمنعه قصرا، لا نمنعه بمحبة نعوده بمحبة. هلأ الأطفال الصغار هلا دائما بتعرف الهضم للمواد الدسمه ما هو سهل، فالاطفال بالرضع ما بيهضموا المواد الدسمه بالشكل السليم، وهذا الشيء ما بصير نعطيهم نحن مواد دسمه او شديده الدسم بالطفوله او بالرضاع بالاشهر الرضاعه الاولى. نعم. لذلك نحن بنلاقي بعض الامهات تعطي هي الجبنه المثلثه يلي كلها دسم للاطفال الصغار، بتعطيها ياكلها بتفكر انه شغله مفيده. نعم. هي شغله جدا مضره. صحيح. لكن ما في يعني عندي دكتور. نعم الحديث يطول بهذا الموضوع، دائما كل ممنوع مرغوب، فهي لعبه اهل اليوم باقناع طفلنا ما ياخذ القط والفأر انا بسميه مثل ستوم وجيري ياخذ المواد اللي بتفيده اكيد، بس بالعموم لازم الام هي المسيطره. صحيح. مو الطفل دور الاساسي لها، نحن بنعطي نقول انه ابننا الخطا، لا الكبير الخطا دائما. صحيح. الأم القدوه، هي القدوه، هي اللي بتعلم. صحيح. هي المعلمه الاساسيه للنظافة الشخصية للنظام الغذائي لكل العادات الصحية والسليمة لتربية الطفل ضمن المجتمع. الأم هي المدرسة
لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. أكيد صحيح. الأب له دور كبير، لكن الأم دائما كلامها هو الحنان، هو العطف، هو العطاء. فكلمة الأم بتقبلها الطفل بشكل أسلم إذا كان عنده طريقة للتعامل مع هذا صحيح. الطفل بشكل السليم. كل الشكر لك دكتور قوسي على المعلومات اللي قدمت لها إياها وعلى النصائح أكيد اللي فدتنا فيها وفدت جميع مشاهدينا وخاصة الأمهات اللي عم يعانوا مع أطفالهم من سوء الامتصاص. أكيد شكرا كثير لك دكتور ولكل المعلومات القيمة. شكرا لكم، ودائما إن شاء الله أطفالنا سليمين بيرسموا البسمة على وجوه العائلة حتى يكون هالبسمة الجميلة هي أجمل بسمة منشوفها، بسمة الصدق الصحيح. وإن شاء الله دائما أطفالنا أصحاء وحتى المجتمع كله صحي وسليم. وشكرا لكم لهالبرنامج الجميل، وكل عام وأنتم بخير برمضان الكريم. شكرا لك. رح نروح نرمين لواحدة من عدة قلاع موجودة بمحافظة حماة. قلعة شو يا حزري؟ مصياف. قلعة مصياف. حنتعرف على قلعة مصياف بالتقرير التالي. هي واحدة من عدة قلاع موجودة في محافظة حماة وتبعد عنها حوالي 40 كيلومتر، حيث ارتبط اسم مدينة مصياف باسم قلعتها التي تربض في وسطها على كتلة صخرية امتدت من الشمال إلى الجنوب وتعود إلى المرحلة الرومانية والبيزنطية، وقد بنيت كقاعدة عسكرية لتأمين الطرق العابرة من الساحل إلى الداخل، عدا عن تأمينها شبكة مواصلات ومسالك كانت هامة بالنسبة للرومان والبيزنطيين. تعتبر قلعة مصياف من القلاع المهمة في سوريا، وهي موجودة في المنطقة الوسطى. كانت في الفترة البيزنطية الأولى هي عبارة عن برج دفاعي لحماية طرق المواصلات. ارتفاع القلعة عن سطح البحر 540 متر، عن الأرض المحيطة حولها 35 متر. يزنر القلعة سور دفاعي ما زالت معظم أجزائه موجودة من الجهة الشرقية، أما بقية الاتجاهات فقد اختلط فيها مع البناء، وله أبواب ارتبطت تسميتها بالاتجاهات الأربعة، لم يبق منها سوى باب واحد ما زال يحتفظ بشكله. فأهم التسميات اللي كانت لمصياف هي العمرانية، وجودي بالقسم الشرقي من مدينة مصياف، طبعا على 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 نهاية السفح الجبلي لمدينة مصياف من الشرق يعني. طبعا فيها حوالي سور، يعني حوالي القلعة موجود سور. هذا السور مكون من ثلاثة أبواب، وتم بناء هذا السور لما تم الغزو المغولي للمنطقة، تم بناء السور بشكل سريع بحوالي 1249 ميلادي. اختار البناة الأوائل مكان القلعة الاستراتيجية، فاختاروا هضبة صخرية تشكل القاعدة، وهي قاعدة بيضاوية ثم تم تشذيب أطرافها لتصبح أكثر حدة وتسير الأسوار الخارجية للقلعة، وقد بنيت الأقبية ومستودع الماء الرئيسي في سوية القاعدة الصخرية عن طريق حفر هذه القاعدة واستخدامها كقواعد للأقبية السفلية والتي تشكل الطابق الأول في القلعة، ويعود بناء هذه الأقبية إلى الفترة الأولى من تاريخ بناء القلعة، وقد استعملت الأقواس الدائرية في حمل القبو والتي تسند الأكتاف الصخرية من الداخل وعلى جدار السور من الخارج. القلعة مبنية على صخرة بيضاوية الشكل، طولها حوالي 160 متر وعرضها الأعظمي 70 متر، مكونة من 6 طوابق. الطوابق السفلية اللي هي محفورة، الطوابق السفلية اللي محفورة ضمن الصخر هي خزانات للمياه أو للموني. الطوابق الأخرى هي لجميع أشكال الحياة من أسطبل وحمامات وأسواق. أما الطابق الأخير اللي هو السادس كان مخصص لتربية الحمام الزاجل وتدريبه على المراسلات بين قلعة مصياف والقلاع اللي كانت تابعة لقلعة مصياف. الوضع الحالي للقلعة يأخذ شكلا منكسرا حيث يصعد إليه بدرج، أما الأبراج الخارجية للقلعة غير متشابهة، فبعضها له شكل مربع يرتفع إلى 3 طبقات، وبعضها مضلع، ومرامي السهام في القلعة ذات صفات ومقاسات متعددة، حيث يظهر جلياً أعمال التدعيم والتقوية التي طرأت على هذه التحصينات. ومن الجهة الشمالية هناك برجان مربعان
نحتت القاعدة الصخرية تحتهما بينما يناسب مع تصميمها، وهما يحميان باب صغير يؤدي إلى القلعة والأسوار الخارجية والأبراج مزودة بشرفات لرمي السهام في أكثر من مكان. ما في أجمل من بلدنا وما في أجمل من المناطق السياحية ببلدنا، يعني قلعة مصيافية واحدة من القلاع اللي موجودة بمحافظة حما أيضا تمتاز بأهميتها التاريخية. ده حلوة حلوة كتير، يعني بحما ومصياف نقطة ضعفي. يعني هلأ بدنا ننتقل من حمص ومن مصياف حما لحمص لنتعرف على مقهى اسمه مقهى الفرح التراثي الشاهد على تاريخ يمكن مدينة قاومت الاحتلال العثماني والفرنسي وقصص كتير توارثيتها الأجيال. هذا المقهى اليوم وخلال أجواء رمضان عم يشهد على طقوس لساعات الصباح، خلونا نتعرف عليها بتقرير لمراسلنا أسامة ديوب. فلكنا عم نحكي عن حمص وعن قلعة مصياف، ولكن نحن صار خطأ فني بدنا نعتذر عليه. أكيد الخبر أو المادة اللي شفناها اليوم هي بيحكي عن الفنانة المكسيكية فريدة كاهلو. هي الفنانة كان لها تاريخ الفن المكسيكي والعالمي، ضج بأعمالها الصارخة والجريئة التي وثقت فيها حياتها الطافحة بالآلام والمآسي والتقلبات والصدمات. أثر إبداع هذه الفنانة المبدعة في رسامين كثيرين، وأصبحت أيقونة موضة لمصممي الأزياء ورمز للمرأة القوية المستقلة لكثير من النساء. سالي عم نحكي عن خبر له علاقة بالمرأة، وخبرنا التالي كمان له علاقة بالمرأة. صحيح نيرمين، يمكن هذا الخطأ الفني خلانا نتعرف أكثر عن هيدي الفنانة المكسيكية ونعرف سيرة المآسي عندها، ونحن من النساء منتعاطف أيضا مع النساء. رح نروح للموسم الثامن من مسلسل صراع العروش الذي حظى بمتابعة منقطعة النظير عالميا، ولا يزال تمثيل المرأة فيه محل جدل. وتظهر البيانات التي توصل لها فريق عمل سويدي متخصص ببرمجة الآلات لتحليل مدى التنوع في الثقافة الشعبية السائدة أن الأجزاء الثمانية من المسلسل طغى عليه كلام الرجال، حيث وصلت نسبة إلى 75% بزمن المسلسل، وأيضا وصلت نسبة الحوار الوارد على لسان النساء لنحو الربع في الجزء الأول لترتفع إلى الثلث في الجزء السابع. أما الجزء الأخير فكان واحد من أسوأ الأجزاء فيما يتعلق بالزمن المخصص لكلام النساء اللي ما بينتهي. You have to protect him. Mm-hmm.
horror that's come to my family. It's all because I couldn't love a motherless child. You are a Stark. You might not have my name, but you have my blood. مساحتنا الحالية رح نكون فيها ضمن عالم التطوع. هذا العنوان يمكن اللي ما غاب عن المشهد السوري خلال طيلة سنوات الحرب، وتعددت المبادرات التطوعية، إلا أنه بشهر رمضان الكريم تميزت المبادرات التطوعية باللمة الحلوة أكيد وفعل الخير، وتهدف كلها أو بمجملها كانت لتأمين لقمة الصايم. اليوم رح نحكي عن مبادرة نشطت بهذا المجال وما زالت يمكن مستمرة بنشاطاتها خلال أيام الشهر الكريم. معنا أكيد ميسم مراد مسؤولة الأنشطة في فريق عمرها التطوعي لنحكي عن نشاطاتنا خلال الشهر الكريم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. دائما روح الشباب حاضرة بأي عمل تطوعي وبيكون له نكهة خاصة، لأنه الشباب المندفع والمحب للحياة أكيد بيسعى دائما للعطاء. يمكن بشهر رمضان المبارك أو الشهر اللي بدنا نقول عنه شهر الخير، شهر الكرم، شهر الإحساس بالآخر، كان لكم مبادرات إطعام، هلكتني هيك، كان عندكم مبادرات إطعام، فخلينا نحكي عنها. تمام. هلا نحن فعاليتنا برمضان طبعا تحت رعاية الدكتورة راما زري سفيرة النوايا الحسنة للطفولة. نعم. كانت الفكرة هي لمة رمضان، يعني فكرتنا هي لمة رمضان تحت شعار لقمتنا وحدة. فكانت الفكرة انه نحن نحاول نعمل افطار لاكبر مجموعة ممكنة من الاشخاص اللي نحن عادة بنعمل فعاليات معهم. فعنا نحن تقريبا قسمنا الحملة لاربع اقسام. الاسبوع الماضي عملنا افطار لاطفال الاولمبياد السوري من ذوي الاحتياجات الخاصة. هلا عنا اليوم كمان بدنا نقوم كمان نقدم افطار لدار الكرامه للمسنين. نعم. بالاضافه عنا يوم ليله القدر ان شاء الله بدنا نحاول نلف 11000 سندويشه بساحه الجامع الاموي لنوزعها طبعا للموجودين يوم ليله القدر. نعم. ان شاء الله هيك كل عام وانت بخير وانتم بالف خير لكل المشاهدين. اكيد نتمنى لهم. يمكن هلا نحن ليله القدر هي بيقولوا ليله القدر خير من 1000 شهر، فالدعاوي ان شاء الله حتكون لسوريا بداية. تفضلي. إن شاء الله. هلا كمان الأسبوع هذا كمان رح نعمل للأيتام كمان إفطار. هلا إفطارنا بيتضمن الإفطار بالإضافة لبعض الألعاب، يعني حسب طبعا الفئة العمرية. نحن بنعمل أنشطة ممكن مثلا نعملها للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، أنشطة بتساعدهم على التركيز، شوية هيك ألعاب رياضية نوعا ما، حركات رياضية، يعني منا بيتسلوا قبل الإفطار ومنا كمان قدمنا لهم وجبة الفطور. بالنسبة للمسنين اليوم إن شاء الله طبعا ما خرج حركاته هيك، فرح نحاول نعمل نشاطات إلى علاقة بتنشيط الذاكرة. تمام. بالنسبة لإلهم عنا الثلاثة مثل ما حكيت لدار الأيتام وليلة القدر بالساندويش الـ 11000 ساندويشة. عنا كمان مبادرة إنه نشارك مع مبادرة يلا على البسكليت كمان لتوزيع الطعام والإفطار على المفطرين بالشارع. بالإضافة في عنا نشاط بس مو بدمشق، بفرعنا بحمص رح يعمل مثل نشاطات للأطفال معكم بحلى العيد، تحت شعار معكم بحلى العيد. فهي تقريبا نشاطاتنا برمضان. اكيد ميسم ان شاء الله بتضلوا بهي الهمه. يعني خلال شرحك للمبادرات قلتي لنا تقريبا في هي على اربع او خمس مراحل، وكل شريحه انتم مختارينها يمكن مختلفه عن الثانيه. يمكن بتختلفوا بالعمل التطوعي عن باقي الجهات، انه عملكم يمكن ما انه مستمر طيله ايام الشهر الكريم، ولكن مختارين هي الشريحه المستهدفه. طبعاً. شو سبب الاختيار او كيف اخترتوها؟
هلا نحن بيهمنا اكثر شيء، ما رح نقول الفئات المهمشه لا، بس يعني عم نحن نحاول نسقط الضوء على هاي الفئات يلي نوعا ما بنحس نحن انه برمضان بحاجه لهي اللمه، يعني مثل يوم دار المسنين مثلا اكيد بيعني لهم انه جمعه رمضان وجمعه مثلا شباب جايين يزوروهم يحكوا معهم، يعني هذا الشيء كثير بياثر بنفسيتهم وبيعني لهم بنفس الوقت. فالفكره انه يعني هي اللمه برمضان الحلوه، غالبا الناس ما بتجتمع على الغداء او على الفطور او على اوقات الاكل بسبب الشغل وهالامور هاي، بس نحن هلا برمضان حاولنا انه تكون هيك مثل لمه حلوه وجمعه منه، مثل ما قالت شهر خير وبركه وعطاء، ومنه بنسليهم وبنتسلى معهم. نعم، يمكن تابعنا بعض الصور للفريق، فريق التطوعي يلي اكيد مشكوره على جهودكم. دائما النفس لازم يكون موجود والروح لازم تكون حاضره ليطلع العمل هيك ممتع مثل ما قلتي، يكون فيه مثل نوع من الحماس. قديش هيك بيتم التحضير للافطار؟ خلينا نقول بيكون بروح حلوه بتناغم بين اعضاء الفريق، بده محبه لانه القصة. طبعا اكيد نحن كفريق يعني ما عندنا حدا، يعني مجرد ما قلنا اي حدا طرح فكره الكل تقريبا بيوافق، حسب طبعا كمان اذا عنده فحوصه او غير هيك، لا نهائيا الكل بيوافق والكل بتشجع، الكل بتنشط مع بعض، يعني نحن كلياتنا احلى ما فينا مثل ما قلتي حضرتك انه هيك روح التعاون، روح الالفه بيناتنا كفريق. نحن تقريبا من يعني الفكره مثلا بنطرحها بالاجتماع تبعنا لما بنجتمع، انه شخص بيطرح هاي الفكره وبياخذ راي باقي الاعضاء، وعلى هالاساس بنبلش بنحط برنامج لتنفيذ، يعني بنحط خطه وبرنامج لتنفيذ الفعاليه. تقريبا نحن يعني في اشخاص نوعا ما مسؤولين بالفريق، واشخاص هن يعني اشخاص بيحطوا الاساسيات، واشخاص هن بنتعاون مع بعض لحتى ننفذ الفعاليه. منسب يعني حكينا عن نشاطات رح تكون منا اليوم ومنا مستقبلي، خلينا نحكي اليوم كيف الاشخاص يلي عم يتابعونا والشباب عندهم طاقه حابين ينضموا لكم لفريق عمر التطوعي. هلا نحن قلنا انه اي حدا حابب ينضم لفريق عطاء ممكن على الميديا يقدم استماره، ونحن ندرس كل الاستمارات طبعا، ولما يعني لما نجمع عده اشخاص موجوده تقريبا الشروط فيهم بنعمل معهم مثل انترفيو وعلى هالاساس بس. يمكن فريق عطاء هو من اسمه عطاء كامل، العطاء هو شيء جميل، كيف اذا كان العطاء لاشخاص بحاجه انه يكون في عندهم مين يحس فيهم، مين يشعر فيهم. حكيتي ميسام انه للمسنين كمان نصيب باي نشاط عم بتقوموا فيه، ايضا المسنين بتحسيهم مثل الأطفال أحياناً، التعامل معهم مانو بالسهل، وكتير بحاجة لعطف، كتير بحاجة لحنان ولرعاية. يعني قديش أول شيء هنن عم تمنحون السعادة وعم تاخذوا سعادة، أنتم ما عم تخسروا شيء لأنه عم ترسموا البسمة على وجوههم، خلينا نحكي بهذه النقطة. أكيد هلأ تعاملنا مع كبار السن ما له أبداً يعني ما له سهل، بس كمان ما له هذا الصعب، يعني كلياتنا عنا امهاتنا تاتاتنا تماما، يعني اجداد يعني جدنا، فاكيد بنعرف نعرف شو بيحبوا هن اكثر شيء. يعني تقريبا بهذا العمر بيحب دائما الشخص يحس حاله يعني يحس حاله مرغوب مثلا، ما حدا نافر منه، يحس بالحب بالحنان بالعطف. فنحن بنحاول دائما بنشاطاتنا لما نكون لدار المسنين بالذات انه نحسسهم انه لا لسه فيكم خير، ولسه بامكانكم تعطوا، لسه بامكانكم يعني بامكانكم انتم تعطونا من خبراتكم حتى. اكيد طبعا. يعني ميسمة مراد بدنا اكيد نوجه تحيه لكل فريق عطاء التطوعي، واكيد بدنا نتمنى لكم كل التوفيق بنشاطاتكم المستقبليه. شكرا كثير لك. انا بحب بس وجه شكر لجميع الداعمين الاستراتيجيين للفعاليه يلي هن مجموعة يوكو وكافي كورولو أمية وأفاتار، وطبعا الداعمين الدائمين يلي هن شركة النورين ومرتديلا هنا. كل الشكر لكم، أكيد شكر موصول لكم. أما هلأ صار الوقت نرمين لننتقل لغرفة الأخبار لنطلع على آخر الأخبار اللي عم تشهدها.
صباحك فل سالي ونرمين. إذا مشاهدينا موجز لأهم وآخر الأخبار. صباح الخير. ردت وحدات من الجيش العربي السوري على اعتداءات وخروقات التنظيمات الإرهابية لاتفاق منطقة خفض التصعيد، وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبية. مراسل الإخبارية في حماة ذكر أن وحدات من الجيش قد نفذت عمليات مركزة على محاور تحرك مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة في بلدات اللطامن وكفر زيتي والهبيط في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبية، أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير آليات ومنصات لإطلاق الصواريخ. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة هي جزء من القوة الأساسية التي يجب الحفاظ عليها في وجه مؤامرات الأعداء، مشددا على أن الحل لاستعادة باقي الأراضي المحتلة. وقال السيد نصر الله في كلمة له بالذكرى 19 لعيد المقاومة والتحرير إن عيد المقاومة والتحرير يوم تاريخي وله نتائج استراتيجية وعسكرية كبيرة على مجريات الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكدا دور سوريا وإيران في إنجاز انتصار عام 2000 الذي أغلق بوابة زمن الهزائم وفتح باب زمن الانتصارات. لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم وأصيب آخرون جراء إطلاق القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية صاروخ زلزال واحد على تجمعاتهم قبالة السديس نجران، كما قتل عدد من مرتزقة العدوان وأصيب آخرون إثر قصف مدفعي للجيش اليمني واللجان استهدف تجمعاتهم في محافظة الجوف، كما قصفت قوة الإسناد المدفعي بالجيش تجمعات للمرتزقة في عدد من المواقع بجبهة الساقية في مديرية المصلوب بالمحافظة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم. إلى خبرنا الأخير، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن قرار الولايات المتحدة نشر 1500 جندي إضافي في منطقة الشرق الأوسط يشكل تهديدا للسلام. ظريف قال قبيل عودته من زيارة إلى باكستان أن تعزيز التواجد الأمريكي في منطقتنا خطير للغاية على السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهته. انتهى الموجز مشاهدينا، اما هلا معكم وبرفقتكم بنرجع على متابعه باقي محطات صباحنا غير مع زميلاتنا سالي ونرمين. رجعنا لكم صبايا. شكرا لك ليمونة صالح، كنت معنا من غرفة الأخبار مكفين يا نرمين ببقية فقرات صباحنا لليوم. يعني آخر فقرة سالي، وصلنا للختام مع مساحة يمكن تحبوها كثير الأشخاص وأنا بالذات. رح نوقف اليوم مع الموسيقى، بيقولوا الحياة بلا موسيقى خطأ فادح، كما أنها تغسل الروح من أوساخ الحياة اليومية. كثير من الأشخاص بتسحرهم الموسيقى وخاصة الناي، هي الناي أو الآلة اللي معروفة أو مرتبطة بالشجن والحزن، رح نتعرف أكثر عليها. صحيح، وفي قصيدة بتقول يا عازف الناي صوت الناي أشجاني، يعني هيدا دائما بنسمعها. قل أنت بيتا وخذ من آهاتي الثاني. اليوم معنا بصباحنا غير موهبة يمكن رح تقدم لنا هذا الناي اللي هيك بدينا فيه بهيدا القصيدة، رح تقدم لنا الناي مو بس بحزنه وأيضا الناي رغم صوته هذا الحنون، ولكن أكيد فيه مساحة من الحب من الحنان ومن الفرح. رح نحكي أكثر مع العازف عماد أنطوني. سعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباحك وأهلا وسهلا. أهلا فيكم عماد. خلينا نبدأ من سؤال أو من فكرة طرحناها بالمقدمة أنه الناي مرتبط بموضوع الحزن والشجن، كيف بتلاقي أهل هالآلة؟ هلأ ما فينا نحن نربط آلة بشعور معين، لأنه كل آلة فينا نعزف عليها حزن، هي بتعبر عن اللي بداخل الموسيقي إذا عم يقسم على مقام معين. فينا نحن نربط المقام بحزن، مثلا نحن مقام الصبا على الناي أو على أي آلة هو بيعطي مود حزن أو
هذا الشيء اللي بقلب العازف اللي عم يعزف، فما فينا نربط آلي بحزن. ممكن ناي رابطينه بحزن على البحة الموجودة فيه، على النوع اللي بتطلع منه أكثر. نعم. فما فينا نربط كآلة مع شعور معين، ما فينا، لأنه كل الآلات فينا نعزف عليها فرح وفينا نعزف عليها حزن، ترجع للعازف وطبيعته يعني والشعور اللي حاسس فيه. تمام، يعني أعطني الناية وغني، فالغنى سر الوجود. خلينا نسمع شيء. سمعكم شيء حجاز. تفضل. ده أنطوني اللي بيسمع هذا العزف ما في ما يشرد بالناي، بخصوصا لما أسمع ما فيني غير ما أفكر وأسمع يمكن بكل جوارحي. خلينا نحكي عن بدايتك مع هاي الآلة، أيمت كانت وأكاديميا كيف نميت هاي الموهبة؟ هلأ أنا بصراحة النهاية كانت مع الناي، البداية كانت من سنين، يعني من زمان كتير. بلشت عود، درست أكاديمي تقريبا فترة 3 سنين. بعدين انتقلت من العود للإيقاع الشرقي مع الأستاذ علي أحمد، بعدين ظليت إيقاع فترة منيحة، بعدين عزفت، شاركت بالكنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس جدة عرطوز ترومبيت، وآخر شيء كان ختامها مسك مثل ما بيقولوا ناي. فناي بصراحة أنا تعلمته لحالي، يعني بلشت فيه كنت عم سماعي ولحالي. كنت عم شوف فيديوهات للفنان ماهر العلي، هو عازف ناي، فالإحساس تبعه شدني كتير. اشتريت ناي وبلشت أتعلم لحالي فترة أسبوع، أنا منعزل عن العالم، وشوي شوي شكلنا فرقة أنا ورفقاتي عازفين هنا، وبلشنا نقوى شوي شوي من بعض لوصلنا لهي المرحلة يعني الحمد لله. يعني يا عماد، الموسيقى هي غذاء الروح. يمكن انت مو بس علاقتك مرتبطه مع الناي، كان اخر شيء كانت العلاقه الاخيره مع الناي، ولكن علاقات متعدده مع الالات الموسيقيه. لو وصلت لبعد هذا الزخم للناي يلي هو مرتبط بتراثنا، مرتبط بعاداتنا. الناي، بس نقول كلمه ناي دغري بنتجه للشرق، وسحر الشرق له طابع خاص. ليش كان ختامك مع الناي وشو اللي حببك فيه؟ اللي حببني فيه اول شيء طريقه العزف. عم اقول لك انا كنت عم بسمع كثير، انشديت للعزف اول شيء، وثاني شيء حسيت انه الاله عم بقدر اعبر على اللي جواتي فيها اكثر اله قدرت اعبر فيها، يعني بكل الاشكال، يعني باي مود كنت فيه عم بقدر اطلع. حلو. وانشديت لها للاله بشكل رهيب اول شيء، وثاني شيء بتعبر عن تراثنا السوري. صحيح. واله يعني جميله، والاله اللي بيعزفوا منها وخاصة بعصرنا ما عاد ترجع لهدوليك خلاص. لا طبعا الكل شغال، بس هلا اكثر شيء ناي وايقاع. حلو. انطون، قبل ما نسمع منك شيء ثاني، شيء فرح، لان بدنا نكسر هي الصوره النمطيه عن الناي انه دائما مرتبط بالشجن او بالحزن. خلينا نحكي عن فكره انت طرحتها، انه انا شفت فيديوهات وتعلمت لحالي. تماما. برايك اليوم الموسيقي قادر يطبق هي الفكره؟ يعني احنا استفدنا من السوشيال ميديا ومن التقنيات وتعلمنا لحالنا. تماما، بيقدر يطبقها اذا كان اول شيء يكون عنده خلاق كثير واسع، لانه بده وقت، يعني بده كثير وقت لحتى يقدر يتعلم الواحد. ثاني شيء يكون واحد اصرار وتصميم على هاي الفكره لحتى يقدر يساويها، ويكون عنده اذن مطلقه لحتى يقدر هو يلقط غنيه اذا بده يعزف سماعي، يعني مو كل شخص بيقدر يعزف سماعي. فبده يكون عنده الاذن المطلقه اللي يقدر يسمع غنيه دغري يقدر يعزفها. شوي صعب بس كثير، يعني يمكن دراستك الاكاديميه ساعدتك بالبدايه. طبعا كثير ساعدتني، لانه عندي اساس نوطه ومنه طلعت.
يمكن مزبوط مثل ما قلتي يا نيرمين، يمكن دائما الدراسة هي بتقوي الشخص، ولكن الأذن الموسيقية أو الأذن الذواقة للموسيقى هي اللي بتلقط اللحن، مثل العين وقت أنت بتشوفي أي هيك شيء بتتخيلي تصميم حلو فبيطلع حلو على اللبس وعلى القياس. من بعد يا من بعد اللي سمعناها يا اسمر اللون الاسمراني، يلا سمعنا شيء ثاني. لفريد الاطرش لكتب اوراق الشجار. سلم هالأنامل. خلينا نحكي كمان عن فكرة، كل آلة يمكن إلى مواصفات معينة، يا ترى آلة الناي بالذات شو المواصفات اليوم لازم تكون متواجدة بالشخص لحتى يقدر يعزف عليها؟ أول شيء بعد عن الدخان والرصاص، لأنه آلة نفية يعني بده يكون عنده هواء. عنده هواء تماما. كتير رايق، لأنه آلة رايقة يعني ما فينا نعزف مثلا ناي مع أغاني كثير مطقطع او صار. يمكن حتى بده يكون جنب آلات معينة طبعا حصراً. يعني هلا الناي بده يكون معه مثلا عود، بزق، بيانو عم يعطي كوردات قصص، كثير بيطلع غير بتفرق. كفكرة يعني الآلة أهم شيء إنه يكون الواحد خالي من يرافقه. يمكن شو قصة الحب والشغف اللي بده يكون مع الآلة؟ دائما بيقول لك العازف كان فرحان يمكن بيعزف، كان متضايق بيعزف. هلا هي العلاقة مو بس مع الناي، كل العازف له علاقة مع آلته، لأنه يعني بيصير بدل ما هو يعصب مثلا يزعل يصير معه شيء فش خلقه شيء غلط، لا بيعزف بيطلع التعصيب او الشيء البشع اللي جواته بيطلعه بعزف حلو. ففي علاقه يعني علاقه حب واكثر يعني. جميلة هيدا العلاقة، جميلة علاقة الحب بالآلة الموسيقية، لأنه يمكن هيدا الآلة هي اللي بتمنحه السعادة، ما بتسبب له أي إزعاج، إذا كان مزعوج يمكن هي بتخفف عنه. خلينا نحكي أنه كتير من العازفين والأصوات الشابة دخلت بمجال شعارات المسلسلات، ولأي حد بتلاقيها انه هيدا فرصة ذهبية للانطلاق، كونك موهبة، ما رح نقول موهبة حديثة، لا انت حدا صرت يمكن مع الاختلاط مع الآلات حدا يعني عاشر الآلات الموسيقية ووصل لهيدا المرحلة، ولكن ناقصته الفرصة ليظهر. خلينا نحكي عنها. هلأ هي فكرة كتير حلوة انه يطلع الواحد يبرز موهبته كشارات مسلسل، وهلا كمان عندنا السوشيال ميديا هو كمان كثير عم يساعد لحتى يقدر الواحد يبرز اذا ما في امكانيات ماديه ما في كذا، عم يعمل على السوشيال ميديا كان فيسبوك يوتيوب انستغرام، عم يعمل وعم يطرح حاله وعم ينشهر. كثير شيء حلو لانه في ناس ما قدرانه تبرز حالها وعندها مواهب ما قدرانه تتعلم هاي القصه، فكثير شيء حلو. يعني عماد كونه حكيت عن التعلم، وبنعرف عم تعلم هلا يمكن اطفال على عزف عن ناي، خلينا نحكي عن هي الفكره من عازف اليوم لاستاذ عم يعلم هي الاله. تمام. هلا الاطفال اول شيء شوي خفيف، لانه هلا 90% من الاولاد يعني من عمر مثلا بدك تيجي من 3 سنين وانت طالعه، ما في ولد مثلا قاعد لعب ولا قاعد شيء، كله على الانترنت اللي هو هذا للاسف يعني عم يروح طفوله الولد اذا كان شيلك عن الموسيقى. كتعليم يعني انا قصدك تعليم شو؟ تعليم بتلاقي استقبالهم او طريقه تعاملهم مع هاي الاله عم تكون مثل ما بيقول احنا الواحد اذا في فكره انه لما بتتعلم موسيقى من وقت صغير او من سن صغيره، فبتلاقي تقبلهم لهي الاله او المعلومات عم يكون اسلس.
طبعا لانه يعني الموسيقى بحر هي مثلها يعني اصعب من العلم بصراحه، لانه بدك تبلشي من انت وصغيره حتى تقدري تتقني الاله، تقدري تفوتي بمجال مقامات تتوسعي فيهم، فلازم الواحد يبلش من صغير. في شويه صعوبه ببلش فيها الواحد وبيبلشوا يملوا على التدريب وهيك، انه لانه ما دغري بيفوتوا بمجال اغاني ايه، وبعدين لا بيمشي حالهم وكثير في اقبال على الاله. يعني حابين نسمع هيك قبل الختام مقطوعة ختامية هيك منك عن طريق الناي، يا ريت جايب لنا آلة تانية كنا هيك شوي نقلنا من هون لهون. خلينا نسمع الناي. شكرا كثير لك عماد، واكيد كل التوفيق لك. تسلمي يا رب، كلكم ذوق، بشكركم على الاضافه الحلوه. بدنا نشكرك عماد انطون، ان شاء الله يا رب هيك بتحقق يلي ببالك، ان شاء الله هيدي ما رح نقول لك فقط الموهبه، ان شاء الله هذا الطموح يلي انت عم تسعى له للانتشار يكبر ويكبر اكيد لك ولجميع الشباب يلي حابه تكون تنشهر، وهذا حقها وتنتشر ايضا. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم وشكرا لدعوتكم الحلوه. هلا وسهلا فيك سالي. وصلنا لختام مشوارنا الصباحي، بدي اتمنى لك باقي نهار سعيد، ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه يا رب باقي هذا اليوم يحملكم كل تفاصيل الراحه والسعاده والبحبوحه. مثل كل يوم عم نطلع عليكم من مطعم قصر اللؤلؤ، واكيد بدنا نوجه التحيه لمصممه الازياء عاليه الغبره على تقديم العبايات طيله ايام الشهر الكريم. شكرا لك، يعطيك العافية نرمين. أكيد مشاهدينا كل الحب لكم، نتمنى لكم بقية نهار كله خير كله أمان وكله سلام، إفطار شهي، صيامكم مقبول، إلى اللقاء.